بخصوص قطع كهرباء، امبارح وزارة الكهرباء قالت ان احنا هنحل مسألة قطع الكهرباء دي خلال يومين، وفي تصريح تاني وزارة الكهرباء نفسها قالت خلال اسبوع، وفي تصريح تالت قالت خلال ايام، وفي تصريح رابع نفس الوزارة قالت على نهاية الاسبوع. النهاردة في تصريح من وزارة الكهرباء بيقول ان تخفيف الاحمال ده يعني قطع الكهرباء هيستمر لمنتصف اغسطس. وانت بتقدرش تعرف بقى هما الناس دي بتهرج، يعني انتوا مش امبارح كنتوا قلتوا يومين وقلتوا اسبوع وقلتوا خلال الاسبوع، النهارده التصريح قدامك اهو حتى منتصف اغسطس. كتير قوي يعني، بجد كتير جدا، بجد كتير خالص، وشيء صعب، شيء صعب ان انتوا تحولوا حياة الناس لجحيم وبمنتهى السهوله بتقولوا لهم او بتتلاعبوا بيهم حتى مش عارفين هم هتخلص امتى القصه دي. ده اول تصريح. تاني تصريح حضرتك شعبة الدخان، السجاير مهمة جدا، وبس انت بتشرب سجاير، انا ما بشرب سجاير، انا بطلتها الحمد لله ويا رب عقبال بقية الناس. بس عايز اقول لك انه في ناس، يعني انا كنت مدخن وفاكر كويس جدا انه السجاير دي الناس تقول لي بطل والناس تقول لي انا في حتة تانية خالص. فمدخن السجاير يا جماعة يعني هو مع ربنا، يعني هو مش يسمعك. انا جربت ابطلها مرة واثنين، يعني مرة ثلاث مرات في حياتي تقريبا، بس دي المرة الرابعة الحمد لله، بقالي شهور جدا خرجت منها، ولا شيشة ولا دخان ولا بتاع. بس انا فاكر انه لما كان يقف الدنيا كلها تغني انا عايز ألبس سجاير، انا عايز سجاير. فهي مهمة بالنسبة للمدخن، طبعا هي ضرر وكل حاجة في الدنيا، لكن هي مهمة بالنسبة للمدخن. فشعبة الدخان كانت طالعة امبارح بتقول انه تجار السوق السوداء هم اللي بيتاجروا في السجاير، والعلبة وصلت ل 75 جنيه، والناس حتى الأكابر بيلفوا بالليل على سجاير عشان يجيبوا سجاير، وبيشربوا دلوقتي شواش النخل والحصر وبيلفوا ورق جرايد ويشربوه. فشعبة الدخان كانت بتقول إنها هتقضي على، امبارح كانت بتقول كده، هتقضي على تجار السوق السوداء خلال أسبوعين. خلاص؟ النهارده بقى التصريح الخطير جدا من شعبة الدخان بتقول إنه خلال 45 يوم مش هيبقى فيه سجارة في السوق. ليه يا جماعه؟ قال لك لان احنا بنستورد الماده الخام تقريبا بالدولار والقصه دي، وبالتالي مش هيبقى في سجاير في السوق خالص. تصريح خطير جدا يا جماعه. هو ليه المسؤولين في مصر من اول بلحه الجعر لحد اخر موظف بتقولوا كلام وترجعوا فيه؟ يعني السيسي قال لكم اصبروا عليا سنتين هوريكم العجب، بقالكم 10 سنين معاه دمركم. يقولوا في حفله لترافيس سكوت وبعدين تتلغى الحفله، وبعدين ترجع الحفله، وبعدين تتلغى الحفله، وبعدين احنا ما نعرفش. وبعدين تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء يقول لك خلال يومين، يقول لك خلال اسبوع، يقول لك نهايه الاسبوع. النهارده بقى طالعين يقول لك لا ده حد منتصف اغسطس. يعني شده الحر بتوع شعبه الدخان يقول لك لا ده احنا هنقضي على السوق السوداء خلال اسبوعين وهنقمش، وفي الاخر النهارده يقولوا ده بعد 45 يوم مفيش سيجاره في البلد. طب يا جماعه هو انتوا مش مسؤولين؟ هو انتوا مفيش حد يسال عليكم؟ وانتوا مش يعني ما تظبطوا الدنيا شويه عن كده؟ يعني ما اللي يطلع تصريح يظبطه عشان الناس بتعامل عليه. انا رايي ما تصدقوش اي تصريح من اي مسؤول في مصر من اول جار لحد اخر موظف.